السلام عليكم، اهلا في حلقة جديدة من شخصيات اسطورية. وشخصية اليوم هي شخصية ديكستر مورغان من مسلسل ديكستر. للتنويه، هذه مو مراجعة للمسلسل، سبق وعملت مراجعة للمسلسل، تقدر تلاقي رابط المراجعة في خانة الوصف تحت. في هذه الحلقة وزي باقي حلقات الشخصيات الاسطورية حنتغلغل في شخصية ديكستر ونعرف ليش الشخصية دي اسطورية. قبل ما أبدأ أتكلم وأتفلسف عن ديكستر، ندي المجال لديكستر يتكلم عن نفسه. I'm Dexter and I'm not sure what I am. I just know there's something dark in me. I hide it. But it's there. It's dark passenger. And when he's driving, I feel alive. I don't fight him. I don't want to. He's all I've got. Nothing else could love me. Not even, especially not me. ديكستر الولد في ظروف صعبة، أمه انقتلت قدامه، لكن الشيء هذا صار وهو صغير جدا. صح إنه ما يفتكر كل حاجة بالتفصيل لأنه كان صغير في العمر، لكن الشيء هذا لعب في نفسيته بشكل كبير. وهنا يجي دور هاري. هاري اكتشف انه ديكستر طفل غير طبيعي، ما عنده مشاعر او مشاعره باردة جدا، غير انه عنده رغبة ملحة، رغبة جامحة للقتل. فمن محبته لديكستر ولانه كمان كان شرطي، حب انه يعمل حاجة، فعمل كود او الشفرة. هذا الكود او الشفرة صارت الاساس في حياة ديكستر اللي يقدر يعيش فيها في المجتمع من غير ما يكون مجرم، وفي نفس الوقت يلبي الرغبات الجامحة اللي عنده. لكن مع المسلسل ومع أحداث المسلسل تتغير الظروف ويتغير معاها ديكستر. حنستعرض مع بعض الثيم العام لكل موسم وكيف أنه كل ثيم كان يبين لنا جزء من شخصية ديكستر. يلا نبدأ. في الموسم الأول طبعا حنتعرف على ديكستر ونشوف كيف أنه مطيع لشفرة هاري، مطيع للكود طاعة عمياء، الشيء اللي يخليه ما يعطي اهتمام لأي شيء في الحياة ولا للناس ولا مشاعرهم ولا مشاعره هو أساسا. كان متعايش مع نفسه وكل شيء ثابت، عنده روتين ماشي عليه، إلين في يوم من الأيام يطلع أخوه. الاثنين مروا بتجربة صعبة، واحد عايش زي الروبوت على كود على شفرة، والثاني عايش حر طليق. براين على العكس من ديكستر، براين عايش على النقيض تماما من ديكستر. وعلى الرغم من الصدمة اللي مر فيها ديكستر إنه عنده أخ مر بنفس التجربة، أخ يقدر يفهمه، ما يتبع ولا يحترم أي قانون ولا عايش بأي كود أو أي شفرة، وإنه يقدر يعيش ويلبي الرغبة اللي عنده بعيشة مختلفة تماما. لكن انتهى الموسم الأول وديكستر ما زال مطيع للكود، مطيع للشفرة، طاعة عمياء وقتل أخوه. Sorry. I can't hear you. في الموسم الثاني ديكستر يبدأ يتعرف على نفسه أكثر، يتعرف على مشاعره أكثر، يتغلغل في شخصيته أكثر وأكثر، والسبب هو شخصية لايلا. لايلا كان لها دور كبير أن ديكستر يبدأ يتقبل نفسه، خصوصا بعد ما قتل أخوه في الموسم الأول. وجود لايلا في حياة ديكستر خلته يتقبل اللي هو فيه، خلته يتقبل نقطة الضعف اللي عنده، خلته يتقبل الحاجة الملحة اللي عنده للقتل، وهذا هو السبب اللي خلاه يدخل في متاهة مع دوكس. فهل يقتل دوكس تلبية للرغبة والحاجة الملحة اللي عنده جوه للقتل، أو إنه يقتل دوكس اتباعا للشفرة اللي بتقول إنه أهم شيء never get caught، لا ينقبض عليك أساسا. والشيء ده يخلي ديكستر في حيرة لأنه صادق مع نفسه. أجمل شيء في شخصية ديكستر إنه ما يكذب على نفسه. الشيء ده كان ممكن يوصل ديكستر إنه يقتل نفسه أو حتى إنه يسلم نفسه للشرطة. فأهم شيء من التخبط اللي صار معاه في الموسم الثاني إنه يفهم نفسه، يفهم الرغبة، يفهم الحاجة الملحة اللي عنده للقتل. The
الموسم الثالث يتبع ثيم عام، صح انه بيتكلم عن الصداقة بين ديكستر وميغيل، لكن في نفس الوقت ديكستر كان حيتزوج من ريتا، والشيء المشترك بين الصداقة والزواج هو الثقة. فالثيم العام للموسم الثالث هو الثقة، ويعطيها الميم. لأول مرة نشوف ديكستر يعري نفسه قدام أحد، يعمل الشيء اللي دائما يعمله في الخفاء قدام شخص آخر واللي هو ميغيل. لكن للأسف ديكستر تعلم أن الثقة ما تنعطى لأي أحد، أن الثقة لها ثمن وأن الثمن غالي جدا. من الأهم، الصداقة ولا المسؤولية؟ ديكستر في الأخير يختار المسؤولية ويقتل ميغيل، ومعاها بيقتل شيء كبير في نفسه. You're a little freak! You think I'm done with you? You think this ends here? It doesn't! It does for you. في الموسم الرابع هنشوف ديكستر رب الأسرة، ونشوف مدى الثقل وحمل المسؤولية على واحد زي ديكستر، كيف انه حياته تغيرت بالكامل. واحد عايش حياته انه موظف صالح في النهار ومجرم في الليل، كيف الأسرة حتخش في النص؟ والأهم انه صار يفكر في المستقبل، كيف حيصير زوج، كيف حيصير أب على المدى الطويل. وده الشيء يخلي الثيمة العام للموسم الرابع هو المسؤولية. ديكستر يتعلم في الموسم الرابع انه قتل الناس وانه الحاجة الملحة اللي عنده لها ثمن. الثمن يكتشف انه تجاهل العيلة، عدم التواجد مع العيلة، وفي الاخير يلاقي انه الثمن كان الامان حق العيلة. ديكستر مورغان. وللأسف ما وصل للنتيجة هذه، ما وصل للمعلومة هذه إلا بعد ريتا ما ماتت، وده الشيء اللي خلى الموسم الرابع هو الأجمل. ديكستر كان مشغول بالمستقبل، ديكستر شاف ترينيتي وكان يبي يتعلم منه كيف يقدر يكون قاتل وفي نفس الوقت رب أسرة، والمظهر العام مظهر أسرة سعيدة. لكن للأسف إنه اكتشف متأخر إنه ترينيتي هذه كلها عبارة عن مظاهر، والأسرة كانت غير سعيدة. هو كان يبغى يعيش أسرة سعيدة من غير مظاهر، وفي النص ماتت الأسرة، راحت الأسرة، صار عايش من غير ريتا. في الموسم الخامس حنشوف انه ديكستر توصل لقناعة انه الانانية حقته كانت السبب في موت ريتا، واكتشف كمان كيف انه الدارك باسنجر، الراكب المظلم اللي جوته، كان السبب في فشل الزواج حقه مع ريتا من قبل حتى ما تموت. السبب ده خلاه يوصل لمرحلة من المسؤولية وفي نفس الوقت من الفراغ، الفراغ ده كان يبغى يعبيه باي شيء وما لقى غير لومن قدامه. ديكستر لقى انه لومن حتعوضه عن فقدان ريتا، لكن مو عشان حبها، بس لانه لومن محتاجة، وديكستر محتاج انه يكون في حياة شخص يحتاجه، محتاج ما يكون اناني ويقدم مصلحة الغير على مصلحته الشخصية. فبدل ما يخلي الراكب المظلم اللي عنده يتحكم فيه ويروح يقتل كل اللي كانوا بيضروا لومن، يدي المجال للومن ان هي تتعامل مع الراكب المظلم اللي فيها، ويعطيها الفرصة ويهيئ لها المكان بالكامل انها تتعامل مع الدارك باسنجر اللي عندها، مع الراكب المظلم اللي عندها، وانه هي اللي تقتل. You should be the one to do it. Is that okay with you? He's yours. That's not just for me. That's for everyone that you hurt. Even Emily. Do you hear me? Do you hear me?
الثيمة العام للموسم السادس هو الدين والإيمان. أول جانب هو جانب السخرية. ديكستر ممكن شايف أن الإيمان أو الدين هو الحل مهما كانت الديانة. وشفنا الشيء ده لما كان يدور لولده على مدرسة. So you are Catholic as well, Mr. Morgan. No, actually I'm not. So Protestant? No. Jewish? No. Muslim? No. Any religious affiliation? No. What do you believe in, Mr. Morgan? Nothing. I don't believe in anything. والجانب الثاني لشخصية ديكستر مع الإيمان بعد ما يتعرف على شخصية الأخ سام، وكيف أن الأخ سام ده كان مجرم، وكيف بعد ما صار متدين بعد ما صار مؤمن أتغيرت حياته وحياة كل الناس اللي حواليه. ديكستر والف أنه هو دائما عنده السيطرة، هو اللي عنده الكنترول، لكن لما ولده يدخل المستشفى فقد السيطرة بالكامل، فلقى نفسه لا شعوريا في عملية مناجاة مع الرب، في عملية مناجاة مع الدين، لأول مرة يجرب جانب الإيمان والديانة. وآخر موقف للإيمان لديكستر في الموسم السادس كان مع ترافيس. الموسم السادس كان على الدين والإيمان، عن الأمل والتطرف، عن سام وترافيس. على الرغم أنه كان من أسوأ المواسم، لكن الحوارات كانت جدا جميلة. I've known people who believed in God. They would never use their faith as a convenient excuse to kill 10 people. You used God. It's not the other way around. في الموسم السابع ديكستر اكتشف معاني متعددة للحب. ديكستر انفضح قدام أخته نهاية الموسم السادس، وهذا الشيء يخلي ديكستر يستوعب قد ايش ان اخته تحبه، وقد ايش ان الرابط اللي بينهم كان قوي جدا بعيدا عن القناع المزيف اللي كان عايش به. وازال الشك تماما انه دبرة حبه بس لانه انسان طيب ولانه اخ طيب، اكتشف انه دبرة حبه مهما كان لانه اخوها، وده سبب كافي. فاللي اكتشفه ديكستر انه اخته تحبه حب مطلق حتى لو كان مجرم، والشيء ده يفرق لأنه جزء من قاعدة هاري، جزء من شفرة هاري، جزء من الكود إنه يتعامل مع الناس بزيف، إنه يتعامل مع الناس بشكل مزيف عشان يحبوه. وفوق ده كله تجي هانا مكي. هانا هي ديكستر لكن أنثى. هانا قاتلة متقبلة نفسها، متقبلة ديكستر كمان. والمشاعر اللي عاشها ديكستر مع هانا في موسم واحد أكثر بمراحل من المشاعر اللي عاشها مع ريتا في 4 مواسم. You should know you were right. About what? The Dark Rider. He doesn't exist. Turns out maybe you understand me a little better than I understand myself. I love you. I think I love you too. نوصل للموسم الثامن واحنا شفنا كل الجوانب لديكستر، جوانب الصداقة، جوانب المحبة، جوانب الدين، جوانب الإيمان، جوانب المسؤولية، كل الجوانب في ديكستر. مسلسل ديكستر ما كان عن قاتل ومقتول، ما كان عن شرطة تقبض على مجرم. مسلسل ديكستر ببساطة عن شخص عاقل بالغ يبدأ يستكشف نفسه، عن شخص بدأت تجيه مشاعر. أنا وإنت وأي أحد عاش المشاعر دي من الصغر، لكن ديكستر عاش عمره كله من هو صغير على الكود، على الشفرة، ما عاش المشاعر هذه كلها غير لما كبر. فالمسلسل كله كان كيف يعيش مع المشاعر هذه، كيف يعيش مع المشاعر دي كلها مع الراكب المظلم، مع الدارك باسنجر، مين فيهم حينتصر؟ فوصل لقناعة، يا إنه يقتل الدارك باسنجر، يقتل الراكب المظلم اللي جوته، يا إنه يعيش معاه إلين يموت، لكن يعيش معاه لحاله من غير ما يضر أي أحد حوله. مسلسل ديكستر ما هو خرافي، القصة بالنسبة لي ما هي خرافية، لكن بالتأكيد شخصية ديكستر هي الأساس، ديكستر هو اللي خرافي. فياريت تقولي في التعليقات إيش هي الشخصية الأسطورية الخامسة اللي حابين تشوفوها في القناة. كان معاكم ماهر موصلي، أشوفكم إن شاء الله الحلقة الجاية.